رجعوا كما قال لك عليه المدرب علي لوزيتش. انا قريت في واحد من الصحف الجزائريه قال لهم والله كنت تنتظروا فيا باش نعمل تصريحات علاش ما قعدتش مع المنتخب، ما نعملش تصريحات. يعني هذا دليل قلبه معمر معمر، باسكو لو كان يبدا يهضر ما تفلاش، الو خلى هذيك لامبلوزيون كلش راه يدور الدخل عنده، باسكو كان يبدا يهضر الامور تولي خطيره جدا، وحنا اون دوفين سكي سي باسي باسكو ما خدمش دون دو بون كونديسيون. ماذا يعني واش لا 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 شوف قلت بكل صراحه انا جو سوي باسي با لا وعارف هذه الامور. قال لوزيتش لو كان بعض من الناس في الاتحاديه مشاو معاه واحترموه وخلاوه يشتغل بظروف جيده وبهدوء، انا متاكد ان لوزيتش كان قادر يبقى مع المنتخب الجزائري. لانه ما يصيبش احسن من الجزائر. ولكن راح ترك كل شيء وراح، لان مشكلته موش الجماهير، مشكلته ماهوش الصحافة ولا أي شيء، مشكلته هي الاتحادية 100% ونقولها ونعاودها وبكل يعني صراحة، هاو المشكل تاعنا ضيعنا مدرب للأسف. هكذا إن شاء الله نتمنى في المستقبل يخلوا المدرب ما يدخلوش في شغله و كون بروفيت با دو 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 كومون ديراج دو لا ريسبونسابيليتي تاع الناس باش نسيطروا على المدربين اللي يجوا، لازم ديس وكما ديش لازم نشيلك، يعني نتكلموا بكل صراحة خلوا الناس تشتغل. هما كاين بزاف.